شارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ضمن فريق فيكتوريوس، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في سباق السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر. نعم، وذلك ضمن بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقطع سمو الشيخ خالد بن حمد مسافة السباق بجدارة عالية ووسط تشجيع ومساندة من الحضور وأعضاء فريق فيكتوريوس وكي اتش كي. وبعد نهاية السباق رفع سمو الشيخ خالد بن حمد أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي. وهنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على النجاح التنظيمي للبطولة، مثمنا سموه الجهود التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد في استضافة هذا الحدث الرياضي الدولي السنوي بكل تميز واقتدار ليجعل البحرين مركزا لرياضة الترياثلون ووجهة مفضلة لهذا النوع من الرياضات التي تستقطب اهتمام الكثيرين حول العالم. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في الارتقاء بالحركة الرياضية في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم أكبر البطولات، ومن بينها بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي سجلت نجاحا جديدا هذا العام، سواء من حيث التنظيم أو الحضور الجماهيري والإقبال الكبير على المشاركة والتغطية الإعلامية، مثنيا سموه على الدور البارز لسمو الشيخ ناصر بن حمد في تعزيز مكانة البحرين من خلال تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير والذي له الكثير من الانعكاسات الإيجابية على رياضة الترياثلون في المملكة، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح.